أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. واليوم اخترنا لكم رائدة أعمال وسيدة أعمال ومستثمرة ومستشارة في اللجنة الفنية الدولية ويوتيوبر. اخترنا لكم السيدة يسرى أحمد. بداية أسعد الله أوقاتك سيدة يسرى. يسعد اوقاتكم جميعا وميرسي كثير لحضوركم على صالوني صالون يسرى للتجميل. انا معكم يسرى احمد مع اخي العزيز استاذ عبد الله المخرج مخرج البرنامج. ميرسي لحضورك على صالوني. حابه بالاول اعرفكم على حالي قبل ما افوت باي تفصيل. انا معكم يسرى احمد، يوتيوبر وبنفس الوقت مستثمره منذ عام 1997 صالون يسرى للتجميل. استثمرته بهداك الوقت، وطبعا كان ايام دبي، كانت دبي فريش بعدها، وطبعا واكبت كل التطورات يلي حدثت بالدوله، سواء كان اقتصاد، من تغيير ناس، عالم، جنسيات مختلفه. كثير مرقت علي بهالفتره الطويله، كثير استفدت منها بصراحه. هيدي الخبرة العظيمة اللي أنا مريت فيها من 1997 لحد اليوم، نحن 2022. وصراحة كنت جدا سعيدة في الدولة لأن منحتني الفرصة العظيمة أني أنا لاقي نفسي. لو كنت أنا مثلا ببلدي ممكن لاقي نفسي، بس مش بهالشكل هيدا، لا أبدا. دبي للصراحة أو الإمارات العربية المتحدة الله يخليها ويخلي شعبها وشيوخها، بصراحة بتمنحنا دايما نحن كمستثمرين القوة، بتعطينا تحقق لنا أهدافنا، وبتخلينا نعرف بالضبط نحن وين متجهين، لأنه بنكون متكلين على حالنا، ما بيكون في داعم حدا يدعمنا لحتى نوصل لأهدافنا. فلهيك من وقت اللي فتحت هيدا الصالون صار عندي كتير أهداف حققتها الحمد لله. كنت أهم هدف كان عندي هو النجاح، النجاح والتطور والاستمرارية بعملي. من هالمنطلق هيدا أنا حددت كل أهدافي اللي بدي أمشيها خلال هالسنوات، وقلت أنه ما لازم يكون صالون يسرى صالون عادي، لازم يتميز، لأنه أصلاً الإمارات العربية المتحدة مميزة، لازم يكون فيها دايماً كل شيء مميز وجميل وحلو ولماع. فلهيك قررت أني خذ التجربة بعالم الصالونات وبالمهنة، وطورت حالي لحد ما وصلت مستشارة في اللجنة الفنية الدولية للتزيين. فبعد فترة بال 2005 تحت لي الفرصة صراحة بدبي تي في والعمل مع دبي ميديا وأبو ظبي ميديا، وطبعا من خلال المنتجين الطيبين كانوا يختاروني الحمد لله بإني دايما أنا أكون معهم بالمجال الميك اب والشعار والتزيين السينمائي، والحمد لله كثير نجحت فيه، وضلت هالاستمراريه هيدي مستمره لغايه 2017 2018. من بعدها لما انا حققت كل هالنجاحات دخلت كثير عالم مسلسلات ومسرح واوبرا وفيديو كليبات، دعايات البوسترات، كثير اشياء حققتها من وراء هيدي المهنه الجميله طبعا. وكمان ما بدي انسى انه دائرة اقتصادية كانت كمان كتير داعمة بالنسبة لنا من كل شيء، مسهلتنا اي نشاط نحن بدنا اياه نزيده على الرخصة مثلا، بتلاقيها ما بتحط لنا تعقيدات على طول، بتلاقيها يعني اوتوماتيك بتمشي الامور هيك فلوينج. فهيدا الشيء بيعزز مننا نحن كمهنيين ومستثمرين، بيعزز فينا الانطلاقة، بيعزز فينا دائما انه نحن بدنا نكون السباقين، نحن بدنا نكون السباقين ودائما بدنا نتطور اكثر واكثر واكثر. فالحمد لله هاي المسيرة خلتني احصل على 4 اوورد من حكومة دبي. ثانك يو سو ماتش، عن جد كانت يعني انا ما فيني اقول انها ذكريات لانه هي بعدها وما زالت بالواقع الحقيقي اللي نحن ماشيينه، اوكي. بس طبعا كل اوورد كانت لها طعم ولها نكهة، كنت كتير افتخر فيها انه واو انا لوين وصلت، انه حلو. وطبعا الشهادات كمان، الشهادات اللي اخذتها والحمد لله من حكومة دبي، من محاكم دبي، نادي محاكم دبي ونادي البلدية، كمان
كتير يعني هيدا المشاركات اللي كانت مع بلدية دبي وحكومة دبي عن جد كنت اعتز فيها جدا، لانه حسها انه فخر انا عم بشتغل مع حكومة دبي. ففعليا يعني هيدا مثل ما عم بقولكم انه انا كتير سعيدة للي وصلت له، وكتير سعيدة اني استمريت 26 سنة في صالون التجميل. وطبعا مثل ما قلت لكم كل 5 سنين بعاملته مثل البيبي، بغير له الديكورات وبحط له ديكورات، بجيب بنات جداد وزراف حلوين. طبعا الاشراف العام كلياته بيكون مني انا على الصالون، والصبايا دائما بدربهم، لانه كمان مثل ما قلت لكم انه غير اني انا في اللجنه الفنيه الدوليه وبالنقابه طبعا مسجله، انا كمان مدرسة معي ماجستير في تعليم مهنة الكوافير. ولهالسبب هيدا بما انه عندي كل المؤهلات حبيت افتح قناة يوتيوب وسميتها يسرا بيوتي اكاديمي. ليش؟ حبينا نعمل عطاء جميل، خدمة اجتماعية. لقيت من بعد ما كنا ننزل نصور المسلسلات عيوني تفتحت كتير على كتير عالم اصلا نحنا مش شايفينها للصراحة. حبيت اني اعطيهم خدمة اجتماعية، حبيت اعطيهم معهد تجميلي مجاني من خلال اليوتيوب، يعني وكأني انا موجودة معهم، وكأني انا واقفة وعم دربهم بخطوة بخطوة. ما حبيت اني اخبي عليهم ولا اي ثغرة، حبيت اني اعطيهم المهنة بحذافيرة بكل مهاراتها. وطبعا لقيت اقبال كتير كبير من الدول العربية مثل لبنان وسوريا والعراق والمغرب وغير 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 من البلدان، والحمد لله يعني لقيت نجاح كتير كبير. فهيدا كلياته بيرجع الفضل طبعا أول شيء لرب العالمين علينا كلياتنا، الله يعم الأمن والأمان على الدولة العظيمة. وبصراحة يعني هيدا الشيء أنا متأكدة لو كنت في دولة تانية بحكيها بكل صراحة ما كنت حأوصل للي أنا وصلت له. هيدا يعني كل الفخر لدولة الإمارات، وشكرا جزيلا لكم وعلى دعمكم يا دولتي الحبيبة. وكمان اليوم في خبرية كتير حلوة، أنا حصلت على الجولدن فيزا 10 سنين متجددة. ألف مبروك مدام يسرا. الله يبارك بعمرك. طبعا نتمنى لك كل التوفيق، نتمنى لك دوام التقدم والتميز والنجاح، وبنبارك لك طبعا على الإقامة الذهبية. ويعني ما شاء الله عليك. حابين نعرف السادة المشاهدين على موقعنا اليوم بإمارة دبي. نعم. وكيفية التواصل معكم. نعم، للأمانة أنا ما غيرت موقعي نهائيا نهائيا، ما غيرت موقعي من سنة 97 لليوم. أنا موجودة في المنخول بر دبي، من إلى منطقة المنخول، مركز الرئيس للتسوق. وبحسه أنا هذا المركز يعني كان وشه كتير خير علي، لهيك ما بتخلى عنه أبداً. متمسكة فيه كتير، والناس كلها ياتها بتسألني أنت ليش ما بتغيري عن المركز الرئيس، ليش ما بتروحي والدنيا تطورت صار في مارينا وغيره 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 وبزنس باي. أنا عندي مكتب بالبزنس باي، بس ولكن بحس أنه هاي العتبة كانت هي عتبة الخير علي. طبعا نتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله يا ربي دوام التقدم والتميز والنجاح. اليوم ايضا كيف بنقدر نتواصل مع صالون ومركز يسرى للتجميل؟ اكيد في عندي الانستغرام، بس انا مسميته على اسم البرنامج اليوتيوب اللي هو يسرى بيوتي اكاديمي. فيهم يتواصلوا من خلال الانستغرام الفيسبوك، يعني اليوم انا متاحة أي حدا بيقدر يتواصل معي. إذن أعزائي المشاهدين، سهولة في الوصول لصالون يسرى للتجميل عبر الموقع الجغرافي، وأيضا سوف تظهر لكم جميع أرقام ووسائل التواصل أسفل الشاشة. في نهاية برنامجنا حابين نتشكرك جزيل الشكر مدام يسرى، وإن شاء الله بيكون لنا لقاءات في المستقبل بإذن الله. مرسي لك أستاذ عبد الله، ومرسي للتلفزيون ABC. وأنا بشرفني أي وقت بتحبوا أي أسئلة أي استفسارات عن التجميل أنا موجودة. شكرا مرة أخرى مدام يسرى. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.